عندما حققت الخالدية 3 ألقاب وجاءت البرونزية من نصيب سبلة من مربط عذبة. وفي الألعاب الأخرى حقق منتخب الرماية المركز الأول في البطولة العربية 11 التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بعد أن حقق 34 ميدالية. كما حقق المنتخب السعودي للكاراتيه المركز الثالث في البطولة العربية 10 للكاراتيه في العاصمة الأردنية عمان بعد أن حقق لاعبو 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين. وفي منافسات الرالي حقق بطل رياضة السيارات السعودية يزيد الراجحي المركز الأول في رالي قبرص الدولي الذي شكل الجولة 9 من بطولة أوروبا للراليات والجولة 5 من بطولة الشرق الأوسط. عام مضى شهد حضورا كبيرا للرياضة السعودية وأحداث عدة، ويبقى الأمل أن يحمل العام الجديد إنجازات أكبر ومزيدا من الحضور على الساحة الدولية. كانت هذه أبرز أحداث 2014، الأحداث الرياضية وفق رؤية الزملاء في الإعداد. أبو ركان، خليني أسألك، ما هو أبرز حدث رياضي في 2014 بالنسبة لك؟ أنا أعتقد افتتاح الجوهرة غيرت يعني مفهوم كرة القدم في السعودية. يمكن معدلات الحضور الجماهيري اللي كانت الرابطة تقاتل من أجل أنها ترفعها يعني بنسبة بسيطة، اليوم احنا نتكلم عن يعني معدل الحضور الجماهيري بنهاية الموسم هذا نتوقع أنه يتعدى 8000 إلى 9000 متفرج. الفضل بعد الله يعود إلى استاد الجوهرة اللي الآن أتوقع يعني من مجمل الحضور الجماهيري يشكل حوالي 60% من مجموع الحضور في المباريات. أعتقد أن احنا بحاجة إلى أكثر من ملعب مثل هذا الملعب، وإن كان يعني ترى الملعب مقفل بالكامل، ولذلك أنا أتوقع أنه في الصيف بيكون يعني مكتوم كثير. فأنا أتمنى الملاعب الثانية اللي بتسوى 11 ملعب تكون مفتوحة زي استاد الملك فهد، لأن الطقس اللي عندنا ما يتحمل ملعب مغلق، لكنها تحفة فنية. نعم، وأثر الحركة الرياضية، أثر الحركة الرياضية وشجع الجمهور أنه يجي. واليوم نشوف مباريات يعني ليست من عيار الثقيل، مو بلازم تكون ديربي ولا لازم تكون كلاسيكو، ومع ذلك نلقى 40 و50 وأحيانا 60 ألف. نعم. متفرج. طيب، على هاشتاج برنامج الملعب أنا طرحت سؤال قبل بداية الحلقة أبو ركان من خلال حسابي الشخصي في تويتر، وطلبت من المتابعين أن يطرحون مجموعة من الأسئلة على الدكتور حافظ المدلج. أنا ودي أستعرض معك بشكل سريع، بس ياريت تكون إجابات مختصرة، هي فقط في النقاط المهمة أو أبرز الأسئلة. الكثير سألني عن موضوع البوابات الإلكترونية، هل هذا السؤال يزعجك أبو ركان؟ لا والله ما يزعجني، بالعكس أنا مبسط عليه، لأنه البوابات إذا صارت بيقولون أوه هذه بوابات حافظ المدلج، أنا مبسوط. بالعكس، هي الفكرة إحنا اللي طرحناها وحاولنا فيها. الشركة اللي نفذت المشروع ما وفت بالالتزامات، لكن اليوم نشوفها مطبقة في استاد الجوهرة، والملاعب الجديدة كلها أكيد راح يكون فيها تذاكر إلكترونية. القرار جاي ضروري، والقضية ما هي قضية بوابات، قضية تذاكر الإلكترونية. احنا نبغى المشجع يجي متى ما بغى ويلقى الكرسية ينتظر، زي ما هو في الطيارة، زي ما في السينما، ان شاء الله يكون عندنا في الرياض في السعودية السينما مستقبلا، زي ما انك تقص تذكرتك، مو بلازم تروح قبل الفيلم بعشر ساعات، تروح تدخل على وقت الدعايات تلقى كرسية ينتظرك. انا نبغى الملعب يصير نفس الشيء، هذه رغبتي ورغبتهم هم. انا ما اقدر ابني، انا كشخص لا استطيع ان اروح واركب بوابة ولا اطبق موضوع التذكرة. انا لي اني اجيب فكرة ودافع عنها واتحمل اللي يجيني منها بسبة انه انا اللي تبنيت الفكرة. لكن انا راضي اذا جت بكرة، اتمنى انه بس ما ينسون، مو بس الحين يقولوا وين البوابات. والحين لو اجي استغفر الله في تويتر اكتب حديث للرسول عليه الصلاة والسلام ولا آية، قالوا لي طيب وش اخبار البوابات الالكترونية؟ لو اتكلم عن الجنة وذا قالوا البوابات الالكترونية. يعني الوضع يعني صار مزعج، لكن انا اتعني اقول أرجوكم بس مو بكرة إذا ركبت يعني صارت تذاكر إلكترونية وصار الواحد يجي ويقعد زي ما احنا نتمنى من زمان ونتمنى أنه الشيء هذا يصير. لا تنسون بس من هو اللي تحمل ذيك الفترة النقل على بسبتها. بما أنها أزعجتك أبو ركان، تندمت على مثل هذا التصريح؟ لا والله أنا ما صرحت على فكرة، هو كان المفروض أبو عبد الله، وهذا كلام قلته أكثر مرة، المفروض محمد النويصر يروح الملعب الأمير فيصل بن فهد لأنه في لقاء مع العربية. اللقاء تأخر ومحمد صار عنده ارتباط في مكتب الأمير، واضطريت أنا أروح مكانه. المذيع سألني متى البوابات، وكان مدير التنفيذي للشركة المهندس نبيل النور موجود في الملعب، فسألته متى ذا، قال لي التاريخ الفلاني، أعتقد كان أكتوبر ولا نوفمبر. فأنا عدت كلامه، العربية قصوا طبيعي ما راح يجيبوا اللقاء كامل، فجابوا اللقاء بدون السؤال اللي سألته للمدير التنفيذي للشركة. وطلع أنه والله أنا اللي قاعد أوعد بهالشيء، أنا ماني مهندس ولا أنا مسؤول في الشؤون الهندسية، أنا كنت أنقل
للجمهور تجربة نعم لم تكتمل، ولا هو بغلطة الرابطة، ولا هي غلطة كانت من شركة، غلطة من في التوريد، غلطة أيا كان، لكن الموضوع راح ينحل وراح يصير. أنا أرجع مرة ثانية وعاشرة وأقول إذا صار لا تنسوني. قريب ولا بعيد أبو راكان؟ لا لا أعتقد إنه قريب، بس هو يبغى إرادة. شوف بقول أعطيك مثال، مباراة الهلال والنصر الأخيرة طلع إحصائية الملعب فيه 18,000، أنت مصدق الملعب فيه 18,000؟ لا كانوا أكثر، كانوا أكثر لأن ما في تذاكر إلكترونية، ففي أحد مستفيد من عدم تطبيق التذاكر الإلكترونية عشان يصير الملعب فيه 30,000 ويقول فيه 15. أجلت لهم النصراويين لما يزعلون إذا شافوا إن لا لا ما لهم إن الحضور بشكل كبير ويطلع الرقم أقل من الحضور المتوقع أبداً ما لهم. أو الهلاليين أو يعني ما لهمهم، معناته في تلاعب، في تلاعب، وأنا مع الشفافية. ولذلك أقول الشخص الذي يقف ضد مشروع التذاكر الإلكترونية هو شخص مستفيد من عدم وجود التذاكر الإلكترونية، لأنه يقدر يعني يدخل في الملعب 30,000 ويقدم تذاكر 15,000، وال 15,000 الثانية أنت شايف الملعب في 30 يعني في ضعف العدد، وين الباقي؟ طيب لو عاد فيك الزمن تعيد مثل هذا الكلام أو التصريح أو الحديث عن البوابة الإلكترونية؟ أي بالتأكيد، أنا قلت لك يعني قضية يعني مقتنع أنت، حتى لو أنك أنت تحملت أنا مثل أنا أقول أنت أنا تقول تحملت أشياء كثيرة وصرت أنا اللي في وجه المدفع. أنا تعودت أني أصير وجه المدفع على فكرة، في مرات سابقة لما مثلا حتى ما لي علاقة مثلا يعني أنا عضو في الاتحاد ومثلا المنتخب يفشل في مناسبة وذا وتكلموني في التلفزيون وتقول أقول يا أخي طيب شو واحد من زملائي والله سألنا كم واحد ويقول كل رفض، ويمكن أنك جربت هالشيء. نعم أنا ما عندي مانع أجي وقت الخسارة، ما عندي مانع أجي وقت الفشل، وما عندي مانع أجي أقول أتحمل مسؤولية. القضية اللي أبغى أقولها أنه يا جماعة الخير التذاكر الإلكترونية وليست البوابة، تنسوا موضوع البوابة، التذاكر الإلكترونية يجب أن تطبق عاجلا وليس آجلا. الموسم القادم إذا ما في تذاكر إلكترونية فبيستمر التلاعب في أرقام الحضور الجماهيري، وبيستمر يعني العبث اللي قاعد يصير. نعم. ملعب فيه 30,000 ونقول ما فيه إلا 15. طيب أيضا على هاشتاج برنامج ملعب دكتور حافظ، سؤال من يوسف المطيري يقول سؤالي للدكتور حافظ المدلج، من هو سامي الجابر بالنسبة لك، وهل إطراءك الأسطورة سامي سبب لك الكثير من المشاكل؟ شوف أنا لو أطريت أي أسطورة، لو أطريت يعني الأسطورة أيا سمى ما شئت، يزعلون علي اللي ما يرون انه هذا الاسطوره يستحق هذا الاطراء. فانت في النهايه مالك الا انك تقول قناعتك. انا قناعتي انه سامي الجابر يعني واحد من اهم الاساطير في الكره السعوديه، بل هو قلت انا يمكن في البرنامج انه هو اسطوره الاساطير، وهذا رايي ما راح يتغير. وانا سامي اعرفه قبل ما يعني يكون اسطوره، يوم كان في بداياته يلعب ولاعب راح لعب 4 كؤوس عالم، سجل في 3 كؤوس عالم، بين هدفه الاول وهدفه الاخير 12 سنه، هذا الشيء ما سواه الا 5 و6 لاعبين على مستوى التاريخ كله. ما اقدر اقول عنه انه اسطوره. سامي متحدث جيد، يتكلم عده لغات، انا اشوفه اذا اتيحت له الفرصه راح يوصل بعيد، بعيد جدا اذا اتيحت له الفرصه. لكن احنا قدرنا في بلدنا ان احنا نضع العراقيل امام ابناء الوطن لاسباب ميول وكذا. انا اقول لك شيء يعني اقولها بمواصفات سامي او بمواصفات عدد كبير من الشباب اللي عندنا، لو كانوا يحظون بالدعم اللي يحظون بالشباب اخرين في دول ثانيه ربما يوصلون الى مناصب جدا جدا عاليه. لكن احنا تعودنا ان احنا نضع العراقيل، احنا نحسد ونغار ونضع اعتبارات للميول، ولذلك نضع العراقيل في طريق اشخاص لاسباب شخصيه وليست لاسباب يعني صحيحه. في ثقافه بركان في الوسط الرياضي اذا سمحت العذر على المقاطعه، انك اذا اشدت باحد فانت تنتقص من الاخرين. مو صحيح يا اخي، انا قلت والله انا اول واحد يعني اشاد بماجد عبد الله ويعني وتكلمت عن ثنيان وعن محمد دعيه وعن محمد نور وعن يعني لاعبين حتى على يعني ممكن اقل بكثير من هذه الاسماء. لكن في النهايه انت اليوم ما انت لازم تتكلم عن الكل، يعني اعطيك هذه ترى على فكره قريبه موضوع الجماهير. لما قلت الجماهير اخطوا قالوا معناته ان كل الخطا الجماهير. لما اجي اقول مثلا والله النادي الفلاني نادي ممتاز، معناته والله النادي الفلاني نادي غير ممتاز. النادي الفلاني حضور الجماهير مميز، معناته انت يا اخي انا اتكلم عن هذه الجزئيه. انا اليوم لما اجي اقول برنامج الملعب برنامج مميز بوجودك، ليس هذا انتقاص في برنامج كورة ولا صدى الملاعب ولا في المرمى ولا غيره. أنا قاعد أقول أنا الآن أتكلم عن هذا البرنامج وقلنا برنامج مميز، ما له علاقة بالبرامج الأخرى. أنا بكرة لما أروح في تسألني عن برنامج آخر بقول لك أنه مميز. أنت لو سألتني عن لاعب باسمه قلت لي اللاعب هذا وش، قلت لك لا هذا ما هو كويس ولا ما هو أسطورة، ذيك الساعة تجي تعاقبني. لكن أنا قاعد أتكلم عن
لاعب وامتدحه ليس انتقاصا من احد ثاني. طيب نقفل على هذا الموضوع، بالنسبه لك رقم واحد سامي الجابر. بالتاكيد، شوف امهر لاعب في تاريخ السعوديه يوسف ثنيان، ما في شك يوسف ثنيان اللي يسويه في الكره واللي كان يسويه في الكره اليوم بدأوا يسوون اللاعبين. امهر لاعب، بس يوسف ثنيان فقط في الملعب. سامي اللي عجبني فيه انه حتى بعد الملعب استمر، مدير متميز، مدرب متميز، حتى على مستوى يعني اشرافه اليوم على نادي قطري، من 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 فيه شخص سعودي استقطبته دوله اخرى ومسكوه ناديهم. هذا مو لانه كويس يعني، قصدي سامي تجاوز حدود المستطيل الاخضر ولا زال يبدع حتى بعد ما اعتزل، ولذلك انا اميز على ثنيان في هذا الجانب. طيب احنا عندنا ايضا مجموعه من الاسئله والتغريدات ان شاء الله برجع لها، لكن في خبر مهم اليوم وحول تطورات كأس آسيا، حصل هناك إشكالية كبيرة ما بين المباراة الودية التي كانت ستقام بين المنتخب الإماراتي والكويتي. الاتحاد الإماراتي أصدر بيان والاتحاد الكويتي أصدر بيان والكل يتهم الآخر. المنتخب الكويتي كان يريد تصوير المباراة أو تسجيلها، المنتخب الإماراتي رفض عن طريق مدرب منتخب الإمارات. أصبح هناك إشكالية كبيرة وكل اتحاد أصدر بيان يتهم فيها الاتحاد الآخر بأنه هو السبب في هذه المشكلة. على الهاتف سريعا معنا الأستاذ أسامة حسين مدير المنتخبات الكويتية للتوضيح أكثر حول هذه القضية. أستاذ أسامة مساء الخير، حياك الله معنا في الملعب. مساكم الله بالخير، وأحب أمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام وعلى الحضور. الله حيك أستاذ أسامة، يا ريت تعطينا وش اللي حصل بالضبط يعني باختصار وتفاصيل مهمة بالنسبة للمشاهدين. والله أمانة يعني اللي حصل يعني أنا بوجهة نظري يعني طلع خارج نطاق الأخلاق الرياضية صراحة يعني. اليوم يعني من الخسران؟ الخسران ترى الفريقين خسرانين، آخر مباراة وراكم كأس آسيا، الفريقين هم اللي خسروا. كل مدرب يعني محتاج هذه المباراة عشان يضع التشكيلة، يضع النقاط على الحروف، يضع كل شيء. أنا بعطيك القصة كاملة. أنا اليوم كنت على اتصال مع أخوي نواف جديد رئيس البعثة هناك، ويعني فهمت منه اللي صار كله. اللي صار كله يا طويل العمر انه قبلها بيوم اجتمعوا اداريين، طبعا احنا رايحين لهم ضيوف عندهم منطقتهم، 4 ساعات طيران نعم، على اساس ان احنا ضيوف عندهم بمنطقتهم. فقبلها بيوم اجتمعوا اداريين الفريقين انه قالوا ترى احنا عندنا كاميرا صغيره، وروهم الكاميرا. هذه الكاميرا على طول شقال المدرب نبيل معلول، زين هذه الكاميرا شغالة من أول يوم تدريبات على أساس يتابع اللاعبين، يتابع حركتهم، يتابع بعض اللاعبين، التركيز على بعض اللاعبين بالمباريات، يحلل النقاط الفنية. وافقوا الإداريين يوم وقت المباراة. كان المدرب يقول أنا قلت إحنا اتفقنا إنه ما في نقل، ما في نقل. من قال بنقل كاميرا صغيرة كبر كف اليد؟ هذا شو بننقل فيها مباراة؟ وبعدين لازم يكون يعني المصداقية والثقة بين احنا اخوان، ترى هناك في استراليا، ترى احنا ابناء الخليج، ترى احنا نعم يمكن كلنا ما نشكل منطقة واحدة هناك كلنا. فاحنا اخوان، لازم مصلحتنا يعني مصلحة واحدة، لازم نكمل بعض، لازم نتعاون مع بعض. اكيد. فهذا فمدربهم مدرب الامارات الله يسامحه زين قال لي بالمباراة ما تلعب اذا هذه الكاميرا موجودة. زين يا اخي احنا قلنا قالوا له انتم مجتمعين، قلت لنا اوكي واحنا ضيوف عندكم وادارينكم، قالوا اوكي. حتى ادارينهم مستائين من هذا القرار، فقالوا خلاص يبا اذا بتشغلون كاميراتكم ما راح نلعب. المدرب ايضا قال لي احنا مستأذنين، وبعدين الكاميرا هذه انا احتاجها حق بعض النقاط الفنيه. والان ترى كل المنتخبات قاعد تنقل مباريات، انا مستغرب يعني. انا اقول يعني الحين البرازيل او المانيا اذا نقلت مباراه يعني بالله باكر اذا شفت مباراه بتجي تغلبهم؟ ما تغلبهم. كل واحد عنده نقاط ضعف ونقاط قوه، وكلنا عارفين بعض، وكلنا تونا طالعين من كاس الخليج يعني متوى قبل اسبوعين، يعني ما في شيء نخش. طيب في الاخير وش وصلتوا له استاذ اسامه؟ وصلت اخر شيء يقول خلاص ما تلعب المباراه. قال احنا طاقين درب 4 ساعات، اللاعبين يبي يتدربون على الاقل عشان لا تطفوا حصه تدريبيه، عشان يقول على الاقل اعطونا نص ملعب. نقول لا الملعب هذا محجوز حق الاماراتيين، ممنوع ان تتدربون فيه. زين كان نتدرب ورا الملعب خلف المرمى، مدري برا الملعب كان يجون يشغلون الرشاشات الماي. يعني بالله هاي اي اخلاق رياضيه، اي تعاون خليجي. وانا بس بقول في شغله، نعم، المدرب الاماراتي اللي تصرف هذا التصرف يمثل نفسه، واتمنى
ان الجمهور الكويتي والجمهور الاماراتي والشعب الكويتي والشعب الاماراتي كلنا حبايب واخوان. نعم. هذا التصرف يمثل نفسه تصرف سيء ولازم يحاسب عليه. طيب شكرا لك استاذ اسامه حسين مدير المنتخبات الكويتيه. معلقا على ما حدث اليوم هناك في استراليا بين منتخب الكويت والاماراتي، كان هناك إقامة مباراة ودية بين المنتخبين لكنها ألغيت بسبب إشكالية حول موضوع التصوير. شكرا لك أستاذ أسامة. أبو راكان كيف تعلق على مثل هذه الإشكاليات؟ أتوقع عندك معلومات عنها. والله شوف أنا اللي أنا أعرف أنه في خطاب كان رايح من الاتحاد الإماراتي للاتحاد الكويتي في 15 ديسمبر عن هذه المباراة، وكان يشترط عدم تصوير المباراة لأسباب يراها المدرب. صار الخلاف على قضية وجود هذه الكاميرا. أنت تسألني عن رأيي، أنا ودي أنه تم تجاوز الاختلاف والعودة للخطاب اللي في 15 ديسمبر، وأنه يعني الكابتن نبيل معلول يتنازل عن هذه المباراة ما دام أنه يصور كل التمارين وكذا، يتنازل عن تصوير هذه المباراة وتلعب المباراة، خصوصاً أنه مثل ما تفضل يعني أنه قطعوا مسافة 4 ساعات طيران سفر، فيفترض انه لعبوا المباراه بدون الكاميرا. يعني هذا في تصوري الحل المثالي. احنا دائما يعني نقول الضيف يحكم مضيف، صح؟ هذا اسلوبنا احنا العرب. فانت يعني ضيف مفروض لو سالتني انا اقول الحل هو انه هذه الكاميرا ما لها داعي، ليش نخلي الموضوع يعني يتجاوز حدود. مع اني برضو يعني الحديث عن عمليه اسرار المباريات ما عاد فيها اسرار، يعني خصوصا الكويت والامارات لاعبين في دوري الخليج، لا والامارات معها قطر والبحرين في 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 نفس المجموعه. لكن ارجع مره ثانيه واقول طالما انه كان في اتفاق في 15 ديسمبر بخطاب رسمي من الاتحاد الاماراتي للاتحاد الكويتي، تمنيتي امنيتي انا انه تم الغاء هذه. ما صار ايضا اتمنى الموضوع ما كبر لهالحد، وايضا عشان برضو نعرف الحقيقه لازم نسمع وجهه نظر ثانيه. لكن اكثر شيء عجبني كلامه في الاخير انه ترى اللي صار يفترض انه ما يتجاوز حدود انها حادثه بسيطه وخلاف، يعني خلينا نقول نسميه خلاف شخصي، ونتجاوز ونرجع حبايب، وتبقى يعني الكويت والامارات عينين في الراس، ولا نرضى ان واحد منهم يزعل، ولا نرضى ان احنا ايضا يعني نعم. يستخدم اي برنامج انه يكون منصه للاساءه لاي احد منهم. كل الفريقين على العين والراس، وان شاء الله ربي يوفقهم في مجموعتهم اللي يلعبون فيها، وان شاء الله نشوفهم كلهم في دور ربع النهائي باذن الله. طيب في ايضا جانب اخر واخر التطورات في المشهد الهلالي. يوقع مساء يوم السبت القادم صاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره النادي عقد إطلاق وتدشين قناة نادي الهلال التلفزيونية، وذلك مع شركة المحترفون المتحدون للإنتاج المرئي تي في برو التي حصلت على حقوق إطلاق القناة وتشغيلها. وستجرى مراسم التوقيع عند الساعة 6 مساء بمقر النادي. سيمثل النادي في التوقيع سمو رئيس مجلس الإدارة وبحضور نائب الرئيس الأستاذ محمد الحميداني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، فيما سيوقع من جانب الشركة المنفذة الرئيس التنفيذي الإعلامي الأستاذ سلمان المطويع. هذا وستوضح بعد التوقيع العديد من الأمور المتعلقة بالقناة وموعد بداية البث وهيكل البرامج والكثير من النقاط المتعلقة بذلك. خطوة إيجابية للهلاليين أبو ركان؟ جدا إيجابية. احنا طبعا هذه ما بالمرة الأولى، يعني سبق في زمان يمكن 8-9 سنوات كان فيه تتذكر قنوات الأندية نجحت ولا ما نجحت؟ لكنها ما نجحت، هي تحولت إلى قنوات شاتينج، وصار بس فيها مجرد محادثات ومباريات قديمة، فما كتب لها النجاح. وصدر قرار في ذاك الوقت بإيقافها لأنه يبدو لي تجاوزت بعض الخطوط. اليوم رجعنا مرة ثانية، وجود سلمان المطويع مرة يفرح. سلمان ابن القناة، ويعني يمكن أول ظهور لي في التلفزيون أيام القناة الثانية السعودية في برنامج أول سبورت، كنا نحلل المباريات كأس العالم، كان مع صالح الحمادي وسلمان المطيوي. يعني انت وياه الجيل واحد؟ ما ادري اذا انت وياه جيل واحد اجل ابو مشعل الكبير ما شاء الله تبارك الله. والله انا اولا اتشرف اذا كنت انا من نفس الجيل، استاذ اعلامي كبير. لكن انا اقول انه في ذاك الوقت وهو يعني هو يعني يملك هذه، واتذكر كان في معرض اعلامي قبل كم سنه وشفته في بدايه عمل هذه الشركه. يعني ربي يوفق الاثنين مع بعض، النادي والشركه، واتمنى انه يستفاد من التجارب الماضيه، وانه يعني تكون هذه القناه فعلا تبدا لتستمر وتستمر لتقوى
وتقوى لتنافس. ايضا ممكن انها تكون رافد مهم من ناحيه الاعلانات والتسويق بالنسبه هي للهلال. هي مصدر استثماري مهم صحيح. من زمان خطوه استثماريه جيده. واحنا من زمان واحنا نقول لازم اليوم على فكره في اي كل واحد منكم عنده ريسيفر في البيت يقدر يشوف قناه ريال مدريد وقناه مانشستر يونايتد وقناه يعني الانديه الكبيره. هذه القنوات نتعلم منها ونزيد عليها. يعني اتوقع انه مكسب الشركه ومكسب النادي اذا هذه القناه راحت لاماكن ما تروح لها القنوات الاخرى. بمعنى اخر سوي مقابلات مع اللاعبين في بيوتهم، ارافق الفريق في معسكرات الخارجيه، اسوي الاشياء اللي ما حد يقدر يسويها. انا اليوم لو اجي اقابل اباء بعض اللاعبين واجلس يعني اسوي حلقه بس عن ابو ياسر القحطاني، اسولف معه وش يعني لما انتقل ياسر للهلال ولما اصيب ياسر ولما يعني مر ياسر يعني مراحل حرجة في حياة الرياض ولما راح ياسر وانتقل العين ولما ياسر لعب في المنت يعني عرفت أروح وقابل أبوه وأجي الواحد من اللاعبين اللي يمكن أكبر شوي من ياسر وعنده يعني عيال ممكن أنهم يطلعون في التلفزيون وأجيبه وأسوي لقاءات مع أولاده وأقول له تعال. ما يمنع أنه حتى أدخل بيت اللاعب وأروح صحيح. أشوف يعني الاشياء هذه اللي بتجيب الناس. يعني انا ما راح افتح قناه النادي واترك يعني القنوات الرياضيه اللي عندها الاستديوهات والكاميرات مثل ما يقول التجهيزات الضخمه واروح قناه النادي الا اذا كانت قناه النادي تقدم شيء ليس موجود في القنوات الاخرى. وانا ارجع مره ثانيه واقول يا ليت القناه تركز على الجوانب الاجتماعيه. يعني نادي الهلال بالذات من الانديه الرائده في المسؤوليه الاجتماعيه وفاز بجواز على مستوى المسؤوليه الاجتماعيه ويعني حقق يعني يمكن اخرها الزواج صحيح لا تحرك كثير في هذا الجانب بعد تعيين الاستاذ سعود السبيعي على فكره الهلال. يعني في اشياء سواها دروس اللغه الفرنسيه في اشياء كثيره. يعني اتوقع كان في محل خارج النادي وكانوا الاطفال اللي يجون يحضرون التمارين احيانا يروحون وخطر عليهم قطع الشارع. النادي راح صار فتح فرع داخل النادي. في اشياء جميله يمكن ناس كثير ما يعرفونها. هذا الجانب اللي المفروض تركز عليه بالإضافة زي ما قلت لك إنه الناحية الاجتماعية للاعب نفسه. أبغى أروح للاعب في بيته ما كلنا نمسك اللاعب في المكس زون وكلنا نمسك اللاعب في الفلاش انترفيو ونقابله. أنا أبغى أقابل اللاعب في بيته مع عياله في سيارته في مجلسه أشوف ربعه أسوي لقاء مع شلته اللي يمكن ناس كثير ما يعرفونها. وطبعا سلمان طيب مو بحاجه الى اني انا اللي اقول هو نتمنى لك كل التوفيق ابو مشعل يستاهل كل خير. ابو ركان ما سالتك عن موضوع القضيه اللي حصلت مؤخرا ما بين الكابتن ناصر الشمراني واحد المشجعين هناك في استراليا. لغط كبير في الشارع الرياضي. والله شوف انا اولا يعني ما عندي المام بالتفاصيل اللي صارت وانا متابع وقرات اللي انكتب بالتاكيد وشاهدنا مقاطع الفيديو. بالتاكيد ما في شيء يعني يسمح بين الموضوع يتطور الى 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 اللي الى الى وصل له. وامنيتي انا احنا اليوم في اقبال على كاس اسيا امنيتي احنا نحتوي القضيه من الجانب الايجابي ونخلي الملف هذا لما بعد البطوله. اليوم احنا محتاجين الى انه ناصر يكون مركز في كاس اسيا ومحتاجين الى انه اللاعبين كلهم يكونون في التركيز. حتى انا اقول لك شيء فترة الانتقالات الشتوية بتبدأ تقريبا مع بداية كاس صحيح. مع بداية كاس آسيا يعني بعد بداية كاس آسيا بيوم واحد وراح يكون في انتقالات شتوية للاعبين منتخب أو على الأقل مفاوضات. أنا أقول للأندية أرجوكم 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 وفروا ذا للعشرة أيام اللي بعد كاس آسيا لأنه فترة الانتقالات تنتهي في 8 فبراير. فإذا طلع المنتخب سواء إن شاء الله بالكاس الكاس في 30 يناير متى ما انتهى المنتخب من مهمته ابدأوا فاوضوا لاعبين المنتخب. بس الآن أنا عندي لاعب يلعب في المنتخب واجي أشغله بعقد ووكيل أعماله كل شوية يكلمه ويقول ترى وصلنا عرض من النادي الفلاني وناديك رفض والنادي الفلاني دخل على الخط وإلى آخره. اليوم احنا بحاجة لأن احنا نقول لاعبين ركزوا في الملعب ونوفر لهم كافة الوسائل اللي تخليهم يركزون. حتى موضوع ناصر الشمراني اتمنى انه يؤجل. ما راح يضر الموضوع لو تاجل. ناصر اليوم لاعب في المنتخب ما راح يعني يغير من هذا الواقع شيء. يهمني انه يكون في كامل جاهزيته وكامل تركيزه عشان يخدم المنتخب بعد كاس اسيا نفتح هذا الملف بتفاصيله. يعني هو بالنسبه لك اخطا ولا ما اخطا بركان؟ انا ما عندي التفاصيل كامله زين لكن انا اقول ما في شيء يفرض ان انت على اللاعب المحترف انه يتجاوز ويوصل للمرحله. يفترض انك انت متعود على تحمل الضغط ومتعود على
القضايا هذه كلها. لكن ارجع مره ثانيه واقول يعني زيدان ارتكب خطا يعني كان في نهايه حياه الرياضه، ما حد يصدق. لكن انا ما ادري بالضبط وش الكلام اللي سمعه زيدان، وش اللي خلى زيدان يرجع المترازي ويضربه في صدره، صح ولا لا؟ وهذه ستبقى يعني غلطه من غلطات زيدان، لكن لازم نعرف وش اللي صار. فانا ما ادري، ما اقدر اقول، لازم احط نفسي في مكان ناصر واعرف وش اللي صار بالضبط واعرف ليش تصرف بهذا التصرف. ولكني ارجع مره ثانيه واقول يا ليت هذا الملف، اليوم قاعد اقرا مقالات عن الموضوع، انا اقول يا ليت هذا الملف يقفل ويؤجل ونخلي اللاعبين يركزون في المهمه اللي هم فيها، وبعد ما ننتهي هذه المهمه افتحوا الملف. لان مجموعه من التساؤلات والتغريدات حول هذا الموضوع سواء اليوم ابو ركان او حتى الايام الماضيه، ويمكن انت شاهدت المجتمع الرياضي كيف تطرق لهذا الجانب باسهاب بتفصيل. صحيح. حتى عندنا هنا في البرنامج انا ما الومك انت انك تسال، لكن نعم ارجع مره ثانيه واقول يعني اذا كان لي من مساهمه في الموضوع فاني انا اقول رجاء لنؤجل الحديث عن اي شيء سلبي عن المنتخب الى بعد كاس اسيا. احدى المغردات على هاشتاج برنامج الملعب مرام تقول هل المشجع الذي اعتدى عليه ناصر الشمراني باللعن والضرب هو نفس المشجع اللي هدده حافظ المدرج وحجب صورته؟ ما ادري ايش تقصد، انا ما ادري يعني بالضبط، لكن اعتقد انها تقصد اللي كان لابس بالتيشيرت اللي كان حاضر تدريب المنتخب واشتبك مع الكابتن ناصر الشمراني. شوف هو اللي انت حطيت صورته؟ لا انا الموضوع كان في مباراه الهلال والسدني في سدني، وكان في مشجع نصراوي بين جماهير سدني وكان يشجع سدني في سدني، فكنت انا يعني، والرجل نشر الفيديو، هو اللي نشره مو انا اللي نشرته. فلما وصلني الفيديو قلت يعني هذا جانب سيقول، على فكره نشرت قبل صوره جماهير نصراويه في المدرج الهلالي بالعلم النصراوي في المدرج الهلالي في سدني، فقلت هذه الصوره الايجابيه اللي انا افتخر وانتم تفتخرون بانه هالناس هذول ودي ابرزهم واحط صورتهم واقول شوفوا عيال الناس اللي يقدرون التمثيل الوطني حين يمثلنا اي فريق، اذا لعب النصر في استراليا ولا الاهلي في استراليا ولا الاتحاد ولا الشباب ولا كلنا بنسانده. وهذول الشباب النصراويين ساندوا الهلال في استراليا، وهذا الشخص راح وساند سدني، وانا لاني ما ابغى انه احد يعني ينتقده هو ولا يقول هذا ولد فلان. نعم. اللي فيه كذا وكذا وكذا، حجبت صورته. بس في ناس زعلوا وقالوا ليش وش هذه؟ لا اي نعم فيها يعني. اليوم الكلام اللي انقال عني انا يمس اهلي، والكلام اللي انقال عنك يمس اهلك، ولذلك انا اقول اذا ابغى ابرز شيء ايجابي ابرزه، وابرز الصوره وابرز الوجه واقول هذا ولد الفلان. صحيح. يستحق الاشاده. اذا في مظهر سلبي في لحظه معينه احاول اني اقلل الخطر قد ما اقدر. وانت بعد يومين ان شاء الله مسافر الى استراليا ابو ركان، تروح ترجع بالسلامه لمسانده المنتخب ولا مع الاتحاد الاسيوي ولا كلاهما؟ انا مع المنتخب دائما، والعلم السعودي ورايه التوحيد دائما على القلب. اتمنى من اعماق قلبي انه منتخبنا يعكس كل التوقعات ويشرفنا، واتمنى ان شاء الله نسمع اخبار طيبه عن ابو متعب، وربي يكمل الفرحة فرحتين بإذن الله. شكرا لك دكتور حافظ المدلج الناقد الرياضي المعروف الأكاديمي المعروف المثير للجدل في الشارع الرياضي، شكرا لك أبو ركان. الله يحييك، إن شاء الله نشوفك إن شاء الله بعد ما ترجع من استراليا بإذن الله. بإذن كل الشكر لكم متابعينا، وكل الشكر لكل من تواصل معنا عبر هاشتاج برنامج الملعب. لكم تحية من فريق العمل، بكرة وبعد إجازة إن شاء الله نشوفكم الثلاثاء المقبل، إلى اللقاء. الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان.
احنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حدد تسلم من الاساس، خلف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي، احنا الشباب المتفائل.